يحدث الآن. يحدث الآن. يحدث الآن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 مد ذراع، مد ذراعه خلاص في جميع الاتجاهات، بيكون لك دائرة. تمام؟ في طاقة بتجيكي من هذه الدائرة ده إلى الجسد. خلاص؟ أيوة. اللي بتجيله طاقة خارج الجسد يسلم عليها ويقول لها الله يرحمك إنها راحت، جات وراحت وهي معدية. في الدائرة دي في ناس بتروح وفي ناس بتيجي. شوفي انت وقفتي هنا شوية من الشمس خابط فيكي، خلاص انت ما انت شايفته بس انت حسيته على جلدك، وهكذا. صحيح؟ يبقى اسمها ايش؟ اسمها مد الذراع. الشيء اللي بيجي من الجسد الى الجسد، من الجسد الى الجسد، هو ده مسؤولية الجسد. يعني ايه مسؤولية؟ يعني هتنسالي بالله. جاتك إشارات من الإيدين، جاتك إشارات من العين، جاتك من كل حتة بتتحرك في هذه الكتلة إشارات. هذا الذي يعنيك السمع والبصر والفؤاد، كل كان عنه مسؤولة. قال كل بعد ما أهم ثلاثة، بس كل كل اللي يجيكي ها كان عنه مسؤولة. أنا بس بقولك ما يعنيك إلا الإشارات اللي جاية من الجسد، من الكتلة اللي وجدت نفسك فيها على قيد الحياة. حبيبتي لا إله إلا الله، هي دي اللي انت إيش، هي دي حقتك. otherwise الناس دي بتيجي تتكلم في أولادها، ما لنا دعوة. صح؟ بيجي يتكلموا عن حاجات ما تخص هذه الكتلة. صحيح؟ من دون الله ما لنا دعوة، والله ما لنا دعوة. ايوه حياتي قصصهم حلوة، انا عارف انت تحب القصص. تمام كده؟ لا اله الا الله. الامر بيجي من القلب، سيدك وتاج راسك. الامر بيجي من القلب، سيدك وتاج راسك. الامر بيجي من القلب، سيدك وتاج راسك. كيف يعني؟ مضغة مضغة، اذا صلحت صلح الجسد، واذا فسدت فسد الجسد. خلاص؟ اقول لك النيه محلها القلب. خلاص؟ يبقى النيه يعني انه هو ما رجع لك النفس، يعني فهمتني؟ مو انه هو يوم جديد علشان تسوي كل الحاجات اللي كنت تعرف فيها، لا ابدا. نيه حياه اليوم، هذه اللحظه يحدث الان، النيه موجوده هنا. خلاص؟ نقول ان احنا نلعب هنا ولا نلعب هنا، ونلعب في السرة ونلعب في الظهر ونلعب في كل الذكريات الرائعة دي اللي يجوا الناس ينكشوكي فيها، ما لنا دعوة. هذا يقول لك واستفتي قلبك. صاحبه في السفر هنا، حياتي